اليوم هي في الحقيقة أنا اليوم قريت الخبر، لكن هو في الحقيقة بالأمس وليس اليوم. بالأمس مثل ما تشوفوا ذكرت الإذاعة، كشفت إذاعة الاحتلال الصهيوني أنه من المقرر أن يصل إلى تل أبيب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال بالخير فاروق للمشاركة في مؤتمر دولي ينظمه جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني حقارة ونذالة ما بعدها حقارة. هذا إذاعة الكيان الصهيوني إسرائيل بالأمس السبت، لأنه اليوم رانا الأحد. بالأمس السبت أعلنت الإذاعة أنه نهاية الأسبوع هذا، يعني ممكن الخميس الأربعاء ولا الخميس، رايح يشارك يعني ما يسمى بقائد أركان الجيش المغربي، جيش الاحتلال المغربي سيشارك في تل أبيب في عندهم لقاء أو مش عارف أنا وش هو، يعني رايحين يديروا مشاركة في مؤتمر دولي ينظمه الكيان الصهيوني إسرائيل في تل أبيب، يشارك فيه قائد الجيش المغربي. يعني تطبيع طحان وفرحان، يعني بكوارتو. إذن كل يوم يؤكد نظام المغرب الجبان الحقير أنه نظام تطبيع وهرولة وانبطاح ورخص وطحين. أمور واضحة. النقطة الثانية اللي هي ضربة قاضية ومهمة جدا، وهي أنه البيرو اللي هي دولة من دول جنوب أمريكا تعيد الاعتراف بالبوليزاريو جبهة التحرير الصحراوية وبجيش البوليزاريو وبالدولة الصحراوية. البيرو هي دولة من دول جنوب أمريكا، يعني موقفها متقلب بصراحة، مرات مع القضية الصحراوية، مرات ضدها، مرات كذا. لماذا؟ لأنه كل ما يتغير نظام الحكم في البيرو، لأنه منظومة الحكم في البيرو كدولة من دول جنوب أمريكا ما عندهاش موقف ثابت. لما يكون حزب اليسار يأيد القضية الصحراوية ورانا مع الصحراوية، لما يفوز حزب اليمين الموالي طبعا لأمريكا الغرب والموالي للكيان الصهيوني يسحب الاعتراف، قال لا ما نعترفوش. لكن الغريب في الأمر أنه هذا الاعتراف يأتي بعد شهر فقط، لأنه في شهر أوت، هذا في بداية أوت، البيرو ومن خلال وزير الخارجية اعترف ب سحب اعترافه بالصحراء الغربية اللي هو في 18 أوت. الملاحظة هنا كاين نقطة مهمة جدا، أن وزارة الخارجية المغربية حسب البيان اللي هو أمامنا هللت طبعا فرحوا، داروا عرس في 18 أوت، قال لك المغرب يرحب بقرار البيرو سحب اعترافي بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي تم قبل سنة ودعم الوحدة الترابية للمملكة ومبادرتها للحكم الذاتي. هذا القرار كان في 18 أوت. 18 أوت وزير خارجية البيرو هو الذي سحب الاعتراف وانقلب على موقف البيرو بدون التنسيق مع رئيس البيرو. نعم، يعني رئيس البيرو لم يستشار أو لم يكن على علم أو لم يكن مقتنع، بدليل أنه أقل من شهر، يعني في 18 أوت سحبوا الاعتراف بالصحراء الغربية، واليوم رانا في 11 سبتمبر، أقل من شهر يعاود يقول لا احنا غلطنا نعترف بالصحراء الغربية، مما أدى إلى استقالة وزير الخارجية. علاش قلت لكم أنا كاين يعني خلل ما بين وزير الخارجية والرئيس، يا إما يا إما لم ينسق معه أو لم يقنعه، أو كاين أمر غريب صراحة، لأنه مبادرة جات من وزير الخارجية البيرو سحب الاعتراف بالصحراء الغربية، المغرب خرج يصفق ويهلل وداروا عرس، اليوم أو بالأمس صارت رئيس البيرو يقيل أو يقبل بإقالة وزير الخارجية، يطردوا ويعترف بالصحراء، قال اسمحوا لنا احنا نعترف بجمهورية الصحراء والبوليزاريو، ولكن وزارة الخارجية المغربية لم تتكلم عن الموضوع، حبوا يخلوها في السر حتى لا تتأثر بعض دول جنوب أمريكا أو بعض دول العالم وتحذو حذو البيرو. شتو وين راه الرخص؟ يعني ما عندهمش يعني شفافية، وما عندهمش يعني حرية التعبير، ما عندهمش يعني الوضوح والصراحة. من المفروض في المغرب في 18 أوت انتم درتوا عرس وفرحتوا لما وزير الخارجية البيرو سحب الاعتراف بالصحراء الغربية، أوكي. الآن لما رئيس البيرو أقال وزير الخارجية وأعاد الاعتراف بالصحراء الغربية، لماذا لا تنشروا الخبر؟ انشروه. قال باللي البيرو راهي عاودت اعترفت بالصحراء الغربية وراهم خرجونا صحراء، ما يديروهاش. فقط الصورة اللي وصلتنا بعد القرار هي صورة وزير الخارجية بوبريطة 106 اللي راكم تشوفوا، يعني باينة من خلال اللقطة هذه، يبان باللي راهو في حالة نتاع هشتكنا وبشتكنا، راهو مسكين راهو يعاني، خلي عليه ربي يتولاهم. معليش، الخبر الثاني اللي نفس الشيء مهم ومهم جدا يأتينا من الإمارات، خبر مهم. هذه صحيفة الرؤية، هذه إماراتية، يقول لك المغرب يسعى إلى اجتذاب مستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. هذا يعني تعبير مهم ومهم جدا. الصحراء الغربية، مش الصحراء المغربية، المتنازع عليها. يعني هنا الإمارات رسالة مشفرة بعثتها للمغرب، احنا رانا درنا في راينا، والصحراء هذيك راهي غربية ماهيش مغربية وراه متنازع عليها. لأن المعلومات اللي عندي وراني ننتظر فيها توجد هو أنه كاين خلل كبير، وكاين يعني شبه صراع ومشاكل، سوء تفاهم ما بين المغرب والإمارات، عندها علاقة بولي العهد في المغرب، متدوسين عليه. هذه من نقطة. النقطة الثانية أنه الإمارات شعرت بمحاولة الالتفاف، لأنه حبينا ولا كرهنا لازم نقولوا الحقيقة اللي وصلت المغرب إلى إسرائيل وخلت إسرائيل يعني تربط علاقات قوية مع المغرب وتنزل بثقلها، رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزيرة الداخلية، كذا كذا كذا، هي الإمارات. نعم، الإمارات هي التي شجعت الكيان الصهيوني إسرائيل وشجعت المغرب على هذا التقارب. نعم، لولا الإمارات ما وصلت العلاقة ما بين الكيان الصهيوني والمغرب إلى هذا الموصل وما أصبحت في العالم. الإمارات لعبت دور كبير وكبير جدا في تقريب وجهات النظر أو تقريب العلاقة أو إعلان الزواج العرفي ما بين الكيان الصهيوني والمغرب. كان زواج سري أصبح زواج علني. الآن بعد الزواج هذايا يعني المحرم، المغرب ولات تمارس في الخيانة مع الكيان الصهيوني بدون الرجوع إلى الإمارات، ما يشاوروش حتى الإمارات، وما ما همش قايمينهم، خلاص عرفتونا بهم، صايد بقى على خير. الإمارات ما عجبهاش الحال، كيف انا عرفتك بيهم وكذا وزوجتكم وكنا شهود وعقدنا لكم، بعد كذا تروحوا ديروا لي زافير وحدكم. اذا هذه النقطه بالنسبه للامارات امر غير مقبول. انا واحد من الناس نعرف مليح عقليه الاماراتيين، يعني عشت في المنطقه ونعرفهم، ما يحبوش واحد شغل ما يتمزش عليهم، ما يحبوش واحد يقول لهم الله عليك كثر خيركم، لا، ماذا بهم دائما تقول لهم يعطيك الصحة ويكثر خيرك، والله لو كان ماكش تعاونتني والله ما نولي ناس ملاح، والله لو كان ماكش تعاونتني والله ما نشري الطوموبيل هذه، ولو كان ماكش تعاونتني والله ما نلقى الخدمة هذه، ولو كان ماكش تعاونتني لو كان ما نش راجل، وأنت اللي علمتني نلبس مليح، أنت اللي علمتني ناكل مليح. وما يحبوا هذا صراحة، نعرفهم مليح لما يشوفوك شغل درت قرون واللي تعرف تهضر وحدك وتلبس وحدك وكذا ما يحبوش، يعني يحبوك دائما تحت مستواهم. وهذا ما حدث مع المغرب. المغرب كانوا يبوسوا يدين الاماراتيين ويركعوا لهم باش يعرفوهم بالاسرائيليين وباش يوصلوهم الاسرائيليين. لما وصلوا اصبحوا بيناتهم، ولاو المغاربه ولا يقول لك وحنا الاسرائيليين نعرفهم من قبل، والحكام في اسرائيل اصلهم مغاربه، يهود مغاربه، وحنا علاقتنا مع اسرائيل من قديمه، وتسمى بلا مزيه الاماراتيين. يعني يحبوا يقول لهم بلا مزيتكم. اذا الاماراتيين قال لهم لا، احنا اللي وصلناكم وحنا اللي طلعناكم وحنا اللي هبطوكم. ودوها من عندي. بعد اشهر قليله سينقلب السحر على الساحر، والعلاقات الاماراتيه المغربيه ستتوتر الى درجه كبيره وكبيره جدا. دوها من عندي، انا نقولها لكم الان. رانا في 11 سبتمبر خلال اشهر قليله، وممكن اول رئيس دوله سيصل الى الجزائر للمشاركه في القمه العربيه هو رئيس الامارات. الدوله من عندي. الامارات ستشارك بقوه، وسيحضر رئيس الدوله محمد بن زايد شخصيا، سيحضر زكاره في المروك، لانه يقول لهم باللي طلعناكم وكبرنا بكم كما قال بوما ديال ولداده، كبرنا بالحمار ورجعناه راجل، زعرت له الحرام ورجع لحلاسه. محمد بن زايد راح يقولها للمغرب، يقول له كبرت بيك ورجعتك كذا وحبيت ترجع كذا وحبيت زعرت، هاي يعطيه بسكه يسكه. ودوها من عندي للتاريخ. اذا مثل ما قلت الامارات تقول الصحراء الغربيه المتنازع عليها، نقطه مهمه ومهمه جدا. في نفس الوقت هذه رساله مهمه ومهمه جدا. الفلاحه شحنات من الفواكه الجزائري الموسمي في طريقها نحو اسواق الامارات العربيه المتحده، انتعاش سوق التصدير نحو الخارج لمختلف الخضروات والفواكه والشجر الفعالة بدل المزيد من نفس الشيء. هذه نقطة مهمة ومهمة جدا. الآن الإمارات من قبل هي تفتح أسواقها للمنتجات الجزائرية، ولكن إلى وقت قريب كانت الإمارات تفتح أسواقها للمنتجات المغربية، وحتى المنتجات الصحراوية التي تأتي باسم المغرب، لأنه كاين كثير من المنتجات الفلاحية التي تأتي من الصحراء الغربية من مدينتي العيون والداخلة والصاورة وكذا وكذا، ولكن جي باسم المغرب، فيها الكاشي تاع المغرب، ما تجيش الصحراء الغربية. الإمارات كانت تشتري هذه السلع على أساس أنها مغربية. الآن الإمارات ترسل رسالة نفس الشيء للمغرب، أننا قادرين نستغناو على المنتجات تاعكم، تشجع الفلاحين الجزائريين و المنتجات الجزائرية، تشجعها وتطلب المزيد من المنتجات الجزائرية على حساب المنتجات المغربية. يعني معناتها طز فيكم، قادرين نستغناو على المنتجات المغربية ونجيبوا منتجات جزائرية وتونسية وغيرها. نفس الشيء، هذه رسالة مهمة ومهمة جدا، لأنه أنا هذه الأمور ندقق فيها ونحب نركز عليها. كاين نقطة أخرى دائما في المغرب الآن عبر وزير خارجيته وعبر الوزير الأول أخ النوشي أن يطالبوا بتغيير الخارطة، خارطة المغرب خارطة العالم العربي، ويقول لك لازم تنزلوا لنا في الخارطة، تنزلوا لنا الصحراء الغربية على أساس أنها صحراء مغربية. يعني المغرب يطالب بالخريطة في القمة العربية، لأنه هذه صارت تسريبات وصلتني الكلام هذا، أنه المغرب الآن يطالب رسميا من الجزائر أن تكون خريطة المغرب في القمة تكون خريطة المغرب الكبير، يعني المغرب مع الصحراء الغربية اللي يعتبروها تاعهم، وإلا ما نحضروش. إلا تنحوا لنا الصحراء وتخلوا المغرب برك ما نحضروش. الملك لا يحضر للقمة، أو الوزير الأول ما يحضرش، ممكن يرسل وزير الخارجية أو السفير، يعني يقلوا من الحضور أو التمثيل الرسمي. لكن نساو هاد المغاربة اللي حاسبين رواحهم رجال، نساو أنهم في القمة الماضية آخر قمة، وهو أخ النوش في المربع، نساو أنهم شاركوا في القمة والخريطة هي الصحراء المغربية طز فيها. يعني شاركوا ويقولوا لهم في القمة أن الصحراء الغربية فقط، والمغرب ينتهي عند الحدود المتعارف عليها دوليا، وهي حدود مع الصحراء الغربية. الصورة اللي تثبت أكثر هي امامكم واضحه، وين فيها الوزير الاول خنوش. شوفوا الخريطه اللي هي المغرب مثل ما هو معروف بالمغرب، وحدوده تنتهي مع الصحراء الغربية ومع الجزائر. إذن وعلاش ما هدرتوش في القمة اللي فاتت والقمم اللي فاتوا؟ جاتكم برك على القمة هذه الجزائرية، اللي يحب يحضر مرحبا به، اللي ما يحضرش طز فيه. هذه هي رسالتنا. احنا عندنا وزير العدل يروح ينقل رسالة رئيس الجمهورية إلى الحكومة المغربية، يستقبله وزير العدل المغربي أو وزير الخارجية أو رئيس الحكومة أو الملك، أو ما يهمناش شكون يستقبله، حتى ولو كان يستقبلوا الأمين العام لوزارة العدل ما يهمناش. احنا عندنا رسالة وعندنا واجب عربي يتعلق بالقمة العربية. الجزائر لا تقصي أحد. عندنا وزير العدل الجزائري سينتقل إلى المغرب لنقل رسالة رئيس الجمهورية إلى الحكومة المغربية. قاطعين علاقتنا الدبلوماسية نعم، لكن القمة العربية لا نستثني أي دولة عربية، لا نستثني أي دولة. كل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية مدعوون للحضور إلى القمة. اللي يحب يحضر مرحبا به، اللي ما يحضرش طز فيه مهما كان، ملك رئيس أمير زعيم ما يهمناش. اللي يحضر مرحبا به، نكبروا به على راسنا ضيفنا. اللي ما يحضرش طز فيه وإلى الجحيم. هذه باش يكونوا فاهمين الرسالة. النقطة الأخرى اللي حبيت نقولها، أنا بث مباشر عبد الرحمن الحراشي، أنا بث مباشر، أنا لايف. النقطة الثانية اللي كنت حاط أمامي، أوكي باش نكمل هذا التعليق هذا تاع الصور، هذو مهمين ومن بعد أوكي. الناحية هذه، الناحية هذه، الناحية هذه، أوكي نزيد الناحية هذه هكذا باش نخفف الحالة ونقدر نعلق مليح. أوكي الصورة الأخرى اللي هي صورة مهمة ومهمة جدا، اللي هي المناضلة الصحراوية سلطانة يستضيفها أعضاء أو نواب البرلمان الفرنسي. هنا صورة يعني مهمة ومهمة جدا، صورة معبرة ومعبرة جدا. وهنا راهي داخل البرلمان الفرنسي، يعني اعتراف ضمني، اعتراف قوي بالقضية الصحراوية بالعالم الصحراوي داخل البرلمان الفرنسي. السؤال اللي نطرحوه الآن، ما هو موقف حكومة الذل، حكومة الرخص والطحين من هذه الصورة؟ يا أخي أنتم زعفتوا لما استقبلوا رئيس الصحراء الغربية في تونس، زعفتوا. هذه راهي مناضلة وسجنتوها، ومناضلة رافدة العالم الصحراوي داخل البرلمان الفرنسي، ها وداخل البرلمان مع النائب يعني الفرنسي، وتقابلت مع نواب، وراهي الدور معروضة داخل البرلمان دعوة رسمية. ما هو موقف نظام المخزن الغبي الجبان؟ وعلاش نقول غبي جبان؟ طحان رخيص، لأنهم يستقواو على تونس اللي دولة شقيقة وفقيرة، وإحنا في إحنا خاوتنا، يستقواو عليهم وشكروا عليهم وسحب السفير وكذا كذا. لكن فرنسا تحاحنا، ما يحلوش فامهم، ما يحلوش فامهم. فرنسا ما يحلوش فامهم، لأنه فرنسا فيها متناقضات. نشاط الملك المغربي راهو في المغرب، راهو في فرنسا درك، يعني في الوقت اللي راهي سلطانة خية في باريس في البرلمان حوالي أقل من 1000 متر، حوالي 1 كيلومتر بينها وبين مقر إقامة الملك محمد السادس. مقر إقامة الملك محمد السادس راهو في واحد القصر شراه من عند أمير سعودي، راهو مقيم فيه، ويخرج في الليل، يخرج خابط رافد الكاس ويدور في شوارع باريس. في الوقت اللي ملك المغرب يترامى سكارجي في شوارع باريس، هي تكرم كبطلة في البرلمان الفرنسي. الصورة هذه مهمة جدا. نشاطات ملك المغرب في فرنسا هو السكرة ويترامى من حيط لحيط في شوارع باريس. بالمقابل نشاطات سلطانة خيا زعيمة من زعماء العالم يستقبلها نواب البرلمان الفرنسي. هناك فرق ما بين طحان فرحان، ملك طحان وفرحان، سكارجي ترامى في شوارع باريس، وما بين مناضلة بطلة زعيمة تكرم تكريم الزعماء المناضلين الكبار في البرلمان الفرنسي، وهو برلمان من أعرق البرلمانات في العالم. إذن هذه الأمور مهمة ومهمة جدا، علينا أن نقف عندها ونعلق عليها، نعلق عليها بكل فخر واعتزاز. لماذا؟ لأننا ساندنا ونساند القضية الصحراوية اللي هي قضية عادلة. احنا ما نوقفوش مع القضايا الظالمة، القضايا الفاسدة، بل نقف مع القضايا العادلة، قضايا حقوق الإنسان اللي لازم لازم الناس يفهموا موقف الجزائر مبني على أسس، ماهوش مبني على قرارات ارتجالية، ولا احنا مبنيين على أسس، مبنيين على قناعات. قناعتنا مع القضية الصحراوية منذ بداية الأزمة 1975 إلى غاية الآن. موقفنا مع القضية الفلسطينية اللي قضية عادلة منذ نكسة 1948 وإلى غاية الآن، ونحن مع القضية الفلسطينية.